السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي. هذا إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال كم يزداد وزن الأرنب في الشهر. يعني الناس اللي دايرين الأرانب بلا شك أنهم عارفين أن الأرانب كينقسموا القسمين، يعني كاين قسم الأمهات والذكور البالغين، وكاين القسم ديال الصغار اللي خاصهم يتسمنوا. كاين بعد فتره بعد الفطام كتكون فتره حرجه، يعني المربي خصو يكون واعي انه ما يعطيهمش بزاف ديال الاكل، خصو يعطيهم يعني واحد الميزان، يعني ما يكثر لهمش، وخص ما ياكلوش سيكاليم مجهد عليهم في الفتره ديال من بعد الفطام. لكن شحال من واحد غادي يتساءل، يعني شحال الوزن ديال الارنب اللي كيتزاد كل شهر؟ يعني انا درت واحد التجربه وبغيت نشاركها معكم، وهي يعني انا حسبت ثبت السيمانه، يعني كل اسبوع شحال، يعني الا مشينا تعطينا الاكل متوازن الارنب، وراكم عارفين يعني بلا شك ان المربين كلهم عارفين ان الارانب الصغيره كيتصابوا بانتفاخات الا مشينا تعطيناهم يعني الاكل بالزياده. اما ملي كيفوتوا في العمر ديال شهرين ونص ممكن اننا نبقاو ننتجوا التسمين، لان يعني شحال من واحد كيبغي يبيع، يعني الناس اللي كيكونوا اذكياء في التربيه وهو انهم ما يفوتوش 3 شهور. علاش؟ لان الى قربوا ل 3 شهور خاص ضروري يديروا ليبرا ديال كوني بخافاك ديال التسمم الدموي. هاد ليبرا حتى هي يعني واخا انها رخيصه في الثمن، يعني كدير 9 دراهم، ولكن كاين يعني في بعض البلدان اللي هالليبرا هذه ما كتباعش بالديطاي، كيبيعوها ب يعني ب اذا كما قلت لكم هاد ليبرا كاين يعني الفارماسي اللي ما كيبيعوهاش بالديطاي، وكيضطر المربي انه يشري كميه كبيره يعني اللي كتصلح للعشر ارانب، وهاد الكميه الا مشات ما استخدماتش كتضيع، في الحقيقه كتضيع. كاين اللي كيديرها في الثلاجه ولكن كتضيع. يعني يعني المربي الذكي وهو انه يبيع قبل 3 شهور، يعني ما يخلي الا باغي يخلي شي حاجه ليه انه يستعمل هذيك الطريقه ديال انه يخلي الاناث ويدق لهم ليبرا، والذكور يخلي لي حيوي منهم الا كان خاصو شي ذكر، ما الا كان عنده الذكور صافي ممكن انه يسمن ويبيع. دابا السؤال المطروح وهو شحال كيتزاد الارنب في, في, في يعني في الكيلويات، لان كاين بعض المربين اللي كي اللي حق راني ندير واحد الحلقه على حسب الناس اللي بغاو يشريو ارانب من السوق ويعاودوا فيهم يعني البيع، يعني الى مشاو تعطاهم الكميه ديال الاكل اللي موصى بها، يعني شحال غادي يتزاد ديال الوزن. في الحقيقه انا راني جربت يعني كميه ديال السيكاليم والخبز يعني اللي عاديه، يعني ماشي غادي تعطي الارانب ديالك بزاف، لان فوق شهرين ونص صافي هذيك راه مرحله ديال التسمين، ممكن انك تبقى تعطيهم بكميات كانهم بالغين. منين بديت كنبحث، يعني كنقلب الميزان، يعني راني عندي واحد الميزان راني كنعبر به، المهم لقيت ان الارانب كيتزادوا في الشهر كيلو، يعني الى مشاو بديتي معاهم من عمر شهرين في الشهر الاول كيكون فيه كيلو، مثلا كيلو قل شي حاجه ممكن تلقى فيه 900 غرام 950 غرام، ولكن في الشهر الثاني كونوا متاكدين انه كتولي فيه كيلو و900 حتى الكيلو و950. هاد لا 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 يعني هاد الميزان هذا راه هو المطلوب عند لا 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 يعني القزاره، لان القزار ما كيبغيش واحد الارانب اللي يكونوا صغار بزاف، وما كيبغيش الكبار بزاف. يعني الكبار بزاف كيكون يعني ممكن انهم يكونوا كيقول لك ربما يكونوا يعني دافعات، ممكن وغادي يولي هو ضايع، لان هذاك الاحشاء ديال الارنب راه كترمى. اما بالنسبه الذكور الذكر ما يمكنش تبيعو بالكيلو، لان الذكر كيكون غالي، كتكون انت وصلتيه ل 6 شهور 7 شهور ما يمكنش غادي تبيعو بالكيلو. اما هذا العمر هذا يعني ديال شهرين
صبروا عليهم يعني الشهر الثالث قبل ما يوصل عليهم الشهر الثالث كيكون فيهم ميزان مزيان، جوج كيلو جوج كيلو ونص مزيان، هذاك هو هو يعني يعني الوزن المثالي ديال البيع. بحال هادو راني ان شاء الله راني داير باش نبيعهم، راه صافي دابا وصلوا للسين ديالهم انهم غادي يتباعوا. انتوما هاد جوج حبات راني وزلتهم، عندهم دابا العمر ديالهم في شي شهرين ونصف، ماشي بزاف، شهرين وعشر ايام بالضبط، كاع شهرين وعشر ايام فيهم حاليا فيهم جوج كيلو. جوج كيلو راه مزيانه صافي، جوج كيلو قل 50 غرام، هذا جوج كيلو قل 50 غرام، هذا في الحقيقه كيلو و 900، هذا كيلو في كيلو 900 صافي. هذا هو المهم في الحقيقه الملخص ديال هذه الحلقه، وهو الاجابه عن السؤال اللي مطروح، وهو شحال كيتزاد الارنب من في الميزان على طول يعني العمر ديالو. كل الاجابه وهي كل ما تزادش في الشهر، يعني نقولوا شهر، كيبقى يتزاد في الكيلويات. هذا هو يعني الاجابه، وهو بالضبط كيتزاد كيلو في الشهر، كيتزاد كيلو يعني في السيمانه، في الاسبوع كيتزاد 250 غرام، في 15 يوم كيتزاد 500 غرام، في الشهر كيتزاد كيلو. هذه هي الاجابه، يعني ضربوا حسابكم الناس اللي بغاو يعني يديروا هذه التجربه، انا راني درتها قبل منكم، حاولوا انكم تفهموا اسمه هو الميزان ديال الارنب، لان كاين الناس اللي كيبيعوا الارنب غير هكاك ما كيفهموش اسمه هو الميزان، لان الميزان وهو المصاريف اللي صرفتي عليه. مثلا هاد السيكاليم هذا اللي راني حاطلو هنا، راه كل يعني كيلو خصو يخرج لي هذاك، يعني باش ما نبقاش نصرف وانا ما فاهمش كيفاش غادي نتعامل مع دوك الارانب. خص الارنب كي نبيعو نفهم انني راني بايعو لواحد الغرض اسمه هو وهو الميزان، يعني شحال صرفت عليه وشحال خرج لي. اذا هذا هو السؤال ديال هذا النهار. كنظن ان فكره راها مهمه، حاولوا انكم تعاودوا الفيديو وتفهموا هذه المعلومات اللي هضرت عليهم، لان هما حقا هما سر التربيه ديال الارانب، لان خاص المربي يفهم كيفاش يتعامل بذكاء مع الميزان ومع الكيلو، كيفاش يربي، كيفاش شحال ديال الميزان اللي نعطيهم، فوقاش غادي يبيع، سمو غادي يبيع، واش غادي يبيع النتوات ولا يبيع الذكوره. المهم حاولوا انكم تعاودوا الفيديو، راه فيديو مهم ان شاء الله. كنظن انني يعني لبيت الرغبات ديال بزاف ديال الاسئله اللي كتجيني في الكومونتير. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الحلقه ديالنا راه سالات. تكيو على زر جيم باش تساندونا، القناه راه غاديه بالدعم ديالكم ان شاء الله، الخير جاي ديما القدام، هذا هو الشعار ديالنا ديال القناه. تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.